هذا وقد غادر البلاد صباح اليوم جلالة السلطان إبراهيم بن المرحوم سلطان اسكندر سلطان وحاكم ولايات وأقليم جوهور دار التعظيم بماليزيا بعد زيارة رسمية لمملكة البحرين، تلبية لدعوة تلقاها جلالته من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أجرى خلالها مباحثات مع جلالة العاهل المفدى تناولت العلاقات الثنائية الطيبة بين مملكة البحرين وأقليم ولاية جوهور دار التعظيم بماليزيا. وكان في مقدمة مودعي السلطان إبراهيم بمطار البحرين الدولي سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء، كما كان في الوداع سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس بعثة الشرف، وسعادة السيد أغوس سالم بن حاجي يوسف السفير الماليزي، والسيد سلمان بن عيسى بن هندي محافظ المحرق.